دور مهم جدا ومؤثر، وطبعا نحن نرحب الجهود مبذولة من قبل القيادة المملكة فيما يخص الإطار توحيد الطاقات والجهود مع روسيا ومع الدول الأخرى من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي إجمالا. فطبعا لدينا أفق واسع لتعاون مثمر في مجالات كثيرة بما فيها حتى يعني المجال التعاون الفني العسكري وفي مجال الأمن ويعني الضمان الاستقرار في المنطقة الشرق الأوسط. وبطبيعة الحال روسيا والسعودية من أكبر المنتجين للنفط وغاز، فلذلك لدينا في تنسيق مثمر جدا ومفيد لكلا الطرفين فيما يخص سوق النفط.